السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة طلبات الصف الأول الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن فصل جديد من فصول القصة، الفصل الثاني عشر بعنوان أخطر معارك عقب أخطر معارك عقب. تعالوا سريعا نشوف عما يتحدث وتدور أحداث هذا الفصل. ملخص الفصل سريعا: أقام عقبة في القيروان بضعة أيام يعيد تنظيم الجيش وترتيب الميمنة والميسرة والقلب حتى أصبح على أتم الاستعداد للفتح. تمام. تاني حاجة: تحدث عقبة مع ولاده عن الجهاد والاستشهاد وأوصاهم بما يجب أن يفعلوه. تلاتة: اتجه عقبة إلى مدينة الزاب بعد أن استخلف مكانه زهير بن قيس البلوي أو البلوي. أربعة: استعد عقبة لفتح إفريقية بعد أن استبعد من ميدان الجهاد 7 سنوات، ودع خلالها العقد السادس من عمره، العقد السادس اللي هو 10 سنوات من عمره، ومع ذلك ظل متوقد الحماسة لخوض المعارك في سبيل الله. قضى عقبة حياته إما رائدا دينيا يعلم الناس أمور دينهم، وإما مجاهدا في سبيل الله يفتح المدن والأمصار. حمس عقبة جيشه الجهاد وذكرهم بحال البربر قبل الفتح الإسلامي، فقد كانوا يعانون من الظلم البيزنطي ويبيعون أولادهم لدفع الضرائب. أما بعد الفتح فقد تحرروا وأصبحوا متساويين في الحقوق والواجبات. تعالوا سريعا نأخذ بعض أسئلة المناقشة. أول سؤال معايا: في أي شيء قضى عقبة أيامه في القيروان؟ ها؟ عمل ايه؟ في اعداد تنظيم الجيش وترتيب الميمنه والميسره والقلب وحتى يصبح الجيش على اهبه الاستعداد للفتح، يعني على اتم الاستعداد للايه؟ للفتح. السؤال الثاني: عما تحدث عقبه مع ولده ليله الفتح؟ ركزوا معايا في السؤال دوت. تحدث عقبه مع ولده عن الجهاد والاستشهاد واوصاهم بما يجب ان يفعلوه. تمام. الى اين اتجه عقبه عقب حديثه مع ولده، او عقب حديثه مع ولده؟ اتجه الى مدينة الزاب اللي هي ايه؟ قسنطينة اليوم بالجزائر. اسمها ايه؟ قسنطينة اليوم بالجزائر. طيب، من الذي استخلفه عقبة على مدينة القيروان؟ استخلفه يعني وضعه خليفة له في القيروان، واحد اسمه زهير بن قيس البلوي في خائه، واعطاه ايه؟ 5000 من الجنود. اداله كم واحد؟ 5000 من الجنود، واستخلفه على مدينة القيروان. كم سنة استبعد فيها عقبة من ميدان الجهاد؟ وهل أثر ذلك على حماسه للجهاد؟ واضح طبعا استبعد عقبة 7 سنوات من ميدان الجهاد، وده لا يؤثر على حماسه للجهاد، فقد ظل متوقد الحماسة لخوض المعارك في سبيل الله حتى بعدما بلغ 62 من عمره. وصل لسن 62 سنة ومع ذلك كان متوقد الحماسة، يريد أن يفتح الله عليه ويجاهد في سبيل الله وانشر كلمته. طيب، فيما قضى عقبة معظم حياته. قضى عقبة حياته إما رائدا دينيا يعلم الناس أمور دينهم، وإما مجاهدا في سبيل الله يفتح المدن والأمصار. وكمان حمل الجنود المسلمون للعالم شمسا لا تغيب أبدا. فما هي؟ طبعا شمس الإسلام والقرآن والمثل العليا والأخلاق الفاضلة. قارن بين حال البربر قبل الفتح الإسلامي وبعده. طبعا قبل الفتح الإسلامي كانوا يعانون من الظلم البيزنطي ويبيعون أولادهم ليدفعوا الضرائب. وكمان بعد الفتح الإسلامي عملوا إيه اللي حصل؟ تحرروا وأصبحوا متساوين في الحقوق والواجبات، وأعطى الفقير حقه، وأصبح الأجير يأخذ حقه أو أجره قبل أن يجف عرقه. بما أوصى عقبة رجاله قبل فتح الزاب وعلم يدل ذلك؟ طبعا أوصاهم بأن يكونوا أشداء على أعدائهم رحماء بمن يسالمونهم، وهذا يدل على عدل الإسلام وحسن المعاملة والسماحة ونشر العدالة والسلام. وبكده نكون انتهينا من الفصل الثاني عشر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.